ميم با دابا اون سومين لعب لينا في تطوان في الفار، كان جالس في كاميون في الفار وكيسير فار، ما عيطش عليهم باش يقول كاينه هناك ضربه جزاء. واليوم كاينه ضربه جزاء للاعب الديف المدافع ديال الماس هو اللي يدير فيا الكره. كان عندنا ضربه جزاء ثانيه عطينا ونزكلوها، عطينا ما عندناش مشكل، ولكن عطينا حقنا. راه من يظن انه بامكانه ان يصل الى انه يرجع الوداد كتكلاصا وكتلعب ثامنه وتلعب 10 ولعبوا من اجل تنشيط البطوله فانه واهم. علاش؟ لان عندنا جميع المكونات الوداديه وراء الفريق حاولوا ان يشتتوا هذا الفريق ولكن لن يتمكنوا من ذلك. احنا فريق الوداد دائما كنت استسمع التكرار كنا كنحترم المؤسسه وما زلنا نحترمها، ولكن بغينا شي جواب يخرج لنا شي واحد غدا، ما بغيناش الناس يخرجوا نهار الثلاثاء يعطونا التنقيط. لا لا، عنده الحق الحكم في هذه وعنده الحق الحكم في هذه وما عندوش وما عطاش، عنده الحق ما يعطيش ضربه جزاء. احنا عندنا حنا الناس المستشارين ديالنا وعندنا ما يسمى بالهواتف، راه كنتفرجوا وكنتبعوا داكشي في اللايف، كيبان لينا بانها هذيك ضربه جزاء خلى هذاك الله يرحمه لا غبار عليها. حنا كنقولوا اليوم من يسير لجنه التحكيم؟ شكون هذا يخرج لينا يقول لنا كنسير وكيصيفط لنا للحكام يتعلموا فينا؟ صيفطوا للتروازيام ديفيزيون، صيفطوا للدوزيام ديفيزيون. ثلاثة الماتشات اللي ما بغيتوش تلعبوهم راهم غادي ينتقموا منهم، غادي ينتقموا منهم لجنة التحكيم. اسمعوا كفو، الزاوي يستفعلوا في الانتماء ديالو.